السلام عليكم ورحمه الله، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا بكم في درس جديد النهارده من دروس كورس سيستم اناليسيس دايجرام. الدرس اللي فات اتكلمنا عن اليوز كيسز ورسمنا معاكم اليوز كيسز وعرفنا يعني ايه يوز كيسز. طبعا اليوز كيس يعني الفانكشن او الوظيفه او الحدث اللي بيحصل في السيستم، وطبعا الناس او الاشخاص اللي بيتعاملوا مع السيستم هم الاكتورز، وعرفنا ازاي بنرسم اليوز كيسز. طبعا احنا النهارده هنتكلم عن دايجرام جديد، هو سهل جدا جدا، وطبعا عايز بس منكم شويه تركيز بس كده علشان نقدر ان احنا نفهم بسهوله. السيناريو بتاعنا اللي احنا عملناه وهو ان احنا هنعمل سيستم لمكتبه، هنعمل موقع لمكتبه وموبايل ابلكيشن مثلا لمكتبه، وقلنا ان في خدمات في الموقع ده زي انك تدخل مثلا تشتري كتاب، انك تشوف مثلا العروض اللي الموقع منزلها، انك تكلم حد من خدمه العملاء، وانك ممكن لو حابب تشتري كتاب. وقلنا برضو ان فيه طرف تاني بيستعمل السيستم وهو الادمن، اللي هو الراجل المسؤول بقى اللي بيدير الموقع بتاعه، اللي بيرد على العملاء، اللي بيحط مثلا يعدل كتاب، يضيف كتاب، يمسح كتاب، ان هو يقبل مثلا طلبات العملاء، وان هو مثلا يحط اللي هي السيلز او العروض، الحاجات دي تجي لها يحطها برضو نفس الكلام. النهارده هنتكلم عن دايجرام جديد وهو دايجرام الفلوت شارت. طبعا الفلوت شارت ده خدناه زمان جدا في ايام اعدادي، كان اسمه خرائط التدفق، سهل جدا ومفيش فيه اي حاجه. هنبدا في الفلوت شارت بس بعد الانترو. اهلا بيكم مره ثانيه. الفلوت شارت هو بيعبر بسرعه عن من البدايه للنهايه، سيناريو سريع جدا. انا هدخل السيستم هعمل ايه؟ اعمل سيت اب ولا اعمل لوجن؟ وبعد كده ادخل على السيستم قدامي كذا، اختار ايه ولا اختار ايه ولا اختار ايه؟ طب معلوماتي صح ولا غلط؟ لو صح هكمل، لو غلط لا ارجع، مش عارف ايه. سيناريو كانك انت واحد بتحكي لواحد عن حكايه صغيره كده، فهو نفس الفكره، كانه بيقول لك حكايه بسيطه عن السيستم. احنا عاوزين نحول الفهم بتاعنا للسيستم من كلام مثلا في دماغنا ان احنا فاهمين ان ده كذا وكذا، لشكل منظم في الدايجرام. ايه دي الفكره؟ انا ممكن اتكلم مع حد، ممكن ارسم على ورقه، ممكن اعمل مش عارف ايه، بس الموضوع مش منظم. ده انت هتخش ممكن مش عارف ايه، لا صدق انا نسيت، لا ده في الاول ممكن تعمل ساين اب لو انت ما عملتش ساين اب. لا احنا بقى ايه، الموضوع بيبقى مش منظم، لكن في الدايجرامات الموضوع بيبقى منظم وسلس، بحيث ان لو واحد بيبص على الدايجرام يلاقي الدنيا منظمه ويفهم انت بتعمل ايه بالظبط او السيستم ده بيتكلم عنه. يلا بينا على ادروماكس علشان نوريكم الفلوت شارت. ممكن طبعا تدور هنا، بس الاحسن ايه، نستغل بقى الخدمه اللي معانا ونبحث نكتب مثلا فلو ندوس انتر. هنروح على اخر حاجه اللي هي بروجرام فلوت شارت، دبل كليك عشان يفتح معاك ويجيب لك الادوات. طيب نيجي بقى للرموز الاساسيه عندنا، زي ما انتم شايفين الاربعه دول الاساسيين، مش هنستخدم اكتر من كده. ده الستارت والاند، الشكل اللي هو البيضاوي ده، وهنا دي البروسس او العمل، الاجراء او التنفيذ او الاكشن. هنا الانبوت والاوتبوت اللي هو الداتا، لو عايز تدخل او يطلع لك مثلا رساله، يعني انبوت واوتبوت. هنا ديسيشن، ممكن يبقى في مثلا، وبرده ممكن تبقى هنا يعني ممكن تبقى كونديشن كمان، يبقى مثلا ممكن تبقى المعلومه صح ولا غلط، لو صح بتروح على مسار ولو غلط بتروح على مسار تاني، وليها استعمالات تانية برده هنستخدمها في الشرح. طيب تعالوا نبدا كده مع بعض. احنا قلنا في الاول خالص انا كيوزر هعمل ايه؟ انا افتح الصوره مع بعض في الشكل ده كده. انا كيوزر هنا في البدايه هدخل على السيستم اول مره، اعمل ساين اب لو انا ما عنديش ايميل، لو لاول مره بدخل على السيستم ما عنديش ايميل. طبعا ده الشكل ده والشكل ده، ده تخيلي يعني، انا بس بنظم افكاري، لكن هو ده مش دايجرام اصلا، ده مش دايجرام، ولكن ده تنظيم بس الافكار، بحيث ان تبقى كل حاجه منظمه كده. يعني انا رسمت ده على الادرو ماكس وقعدت اعمل بحيث ان يبقى معايا صوره تساعدني وانا بقى بسترجع اللي انا المفروض ان انا اعمله في الشرح. اول حاجه عندنا الساين اب، وبعدين لو انا عندي اصلا ايميل، يعني في طريقين اهو، الطريق الاولاني ان نعمل ساين اب، والطريق الثاني ان نعمل لوجن. طيب وممكن بعد ما خلصت ساين اب اروح مباشره على اللوجن، يعني انا عملت ساين اب وسيفت وخلاص، خش على اللوجن. بعد ما بدخل على اللوجن قدامي مثلا انا كيوزر ان انا اعمل بحث عن كتاب، ان انا اشوف العروض، ان انا اكلم حد من خدمه العملاء. وطبعا عندنا كمان من السيرش والسيل الاثنين مع بعض ممكن ان انت تقدر تشتري كتاب. هنا برده نفس الكلام للايه؟ للادمن، بس هو بيخش يعمل لوجن على طول، لوجن وبعدين يختار حاجه من الاربعه دول. الفلوت شارت في البدايه كده كل واحد من دول، يعني ده هيبقى له فلوت شارت لوحده من البدايه للنهايه، وده هيبقى له فلوت شارت
لوحده من البدايه للنهايه. تعالوا مثلا نبدا نعمل اليوزر. نروح كده على ادرومكس ننزل الستارت بتاعتنا. طبعا انا بحب اشتغل ما بحبش الشكل المصمت. انا كل واحد له طريقه، انت بتحب كده مش مشكله لو، لكن انا بحب اللي تبقى طريقه اللي هو بيبقى الدايره كانه خط شفاف ونكتب في قلبها بالشكل ده. ممكن تكبرها كده بالشكل ده، ممكن اسحب واحده كده رسنا كنترول على رس كنترول واسحب واحده تحت كده تبقى ايه زي النهايه. وممكن كمان الفلوت شارت تبقى بالجنب وتمشي بالجنب كده، مش شرط تمشي من فوق لتحت، بس هو الطبيعي انها بتمشي من فوق لتحت. طيب عاوزين نكتب دلوقتي، ممكن تضغط دبل كليك هنا كده فيجي لك الشكل بالمؤشر ده وتكتب عادي اللي انت عايزه. لكن لو لاحظتوا او تفتكروا معانا ان كان في اليوز كيسز هناك كنت تضغط دبل كليك في اليوز كيسز كان يجيب لك المؤشر تحت هنا تحت الايه تحت الدايره او تحت الشكل، وانا ما كنتش عايز كده. فهنا في الفلوت شارت عاملين لك خدمه ان انت دبل كليك على طول بقى بكتب كده ستارت واكبرها بالشكل ده بس انها مثلا تبقى كده جميل. واروح هنا برضو واقول له اند واكبرها بالشكل ده. انا اول حاجه انا كيوزر لما ادخل على السيستم هيجي لي ايه؟ ساين اب. طيب الساين اب دي ايه؟ بروسيس. احنا قلنا ده الستارت والاند شكل بيضاوي، دي بروسيس، دي انبوت او اوتبوت، وده ديسيشن او ايه اختيارات هنجي لها الوقت. بروسيس يعني ايه؟ اجراء بيحصل زي اليوز كيسز هناك كده نفس الفكره ان ده اجراء بيحصل، فهنا اسمه بروسيس ونفس الاسم هتلاقيه في دايجرامات بعد كده اسمه بروسيس، وفي دايجرامات ثانيه يبقى اسمه اكتيفيتي. لكن احنا هنا في الدايجرام بتاعنا الفلوت شارت اسمه ايه؟ اسمه بروسيس. يبقى احنا عندنا دلوقتي بروسيس اللي هو الساين اب. طيب بس دلوقتي ان البروسيس ديت فيها حاجه كمان، ايه هي بقى البروسيس ديت؟ تنفيذ. طب انا عشان اعمل ساين اب لازم اعمل ايه؟ عشان اعمل ساين اب لازم اعمل ايه؟ لازم ادخل البيانات بتاعتي اللي هو الايميل بقى، الباسورد، اليوزر نيم، رقم الموبايل وهكذا. يبقى انا في الاول محتاج ان انا ادخل بيانات بالشكل ده. يبقى انا عايز ادخل بيانات، اقول له مثلا الكتابه اللي احنا بنكتبها هنا او الكلام اللي احنا بنكتبه هنا اكتب حاجه تكون معبره، المهم انها تكون معبره. يعني مثلا ممكن نقول هنا ايه انفورميشن، ومثلا نعمل قوسين كده ونقول له ايميل مثلا وباسورد ويوزر نيم ومثلا فون مثلا. طبعا الكلام ده كله هتحس انه كتير بس عادي عادي، يعني انت بتدخل معلومات. ممكن تقول له يور انفورميشن، يور ريجستر انفورميشن، يور ساين اب انفورميشن، اي حاجه معبره عن الاجراء اللي بيحصل. بعد كده عندنا ايه اللي بيحصل بقى؟ ساين اب. طب الساين اب ليه بقى؟ طب ليه الساين اب بعدها؟ هي مش المفروض ان ديت حاجات الساين اب؟ ايوه، ما هي الساين اب بقى هو البروسيس اللي هتاخد المعلومات دي وتعملها ساين اب بانها تروح تخزنها هناك في الداتابيز. الكلام ده ما بيبانش هنا، يعني الكلام ده ما بيظهرش هنا، تمام؟ يعني التفاصيل اللي هي بتاعت الداتابيز والكلام ده هتبان في دايجرام الداتا فلو، لكن هنا هو هنا بياخد المعلومات اللي انت دخلتها له بيروح يعمل لها ساين اب. ديت في الفلوت شارت انت مش محتاج اكتر من كده. طيب الاسهم اللي هي بتوجه للي بعدها، يعني كل واحده بتروح على اللي بعدها، والسهم يعني احنا كده برده مش عارفين مين بيودي على مين. فاحنا الاسهم انا عامه بحب استعمل الكونكتور ده. الكونكتور ده يعني جميل جدا، بتدوس على الكونكتور وبتروح مثلا هنا، شايفين العلامات ديت معناها تقدر تسحب من هنا. فانا هسحب كونكتور كده، افضل ضاغط بالماوس ومثلا كده بالشكل ده زي ما احنا شايفين كده، وبرده ديت واسحبها بالشكل ده. لو رخمت معاك بالشكل ده وعمل كده لحد ما السهم يظبط معاك بالشكل ده، يبقى عندنا الستارت في البدايه دخلت على المعلومات، دخل معلوماتك لو انت عايز تعمل ريجستر، وبعد كده تروح على او ساين اب تعمل ساين اب. عملت ساين اب المفروض بقى ان انا اعمل ايه؟ لوج ان. فاحنا دلوقتي هنعمل ايه؟ هندخل معلوماتنا تاني بس المره دي بقى ايه؟ مثلا تقول له ايه؟ ايميل ومثلا وباسورد، تمام؟ وبعدين تروح تقول له بقى ايه؟ تروح تقول له ايه؟ لوج ان او ساين ان زي ما تحب. ماشي. وتروح بقى تقول كونكتور كده ومن الساين اب على مين؟ على اللي تدخل بقى معلوماتك وتعمل اللوج ان بالشكل ده. طيب يبقى احنا دلوقتي انت دلوقتي بالشكل اللي قدامي ده انت دخلت على السيستم كانك اول مره، دخلت ايميل معلوماتك لاول مره ورحت عملت ايه؟ ساين اب. عظيم. طب بعد الساين اب انا محتاج اعمل لوج ان عشان اخش بقى على السيستم عشان ايه؟ استفيد بالخدمات بتاعت السيستم او الخدمات بتاعت الموقع. قمت رايح على دخلت مع الايميل بتاع الباسورد عشان اعمل ايه؟ لوج ان.
تمام. طب دلوقتي مثلا عايزين تعالوا مثلا نعمل اي حاجه منظر كده طيب يعني كده سبيل المثال. طيب احنا كده بالشكل ده دلوقتي عملنا ايه؟ دخلنا معلوماتنا لاول مره وبعد كده عملنا ساين اب، بعد كده دخلنا معلوماتنا تاني علشان نعمل لوجين. طيب لو انا دلوقتي عندي مع ايميل من البدايه، انا مش عايز اعمل ساين اب، انا عندي ايميل ومتسجل بالفعل وعايز اخش على السيستم على طول. اذا دلوقتي نلجا بقى للحته بتاعت انك تعمل سكيب كده. تعمل سكيب ازاي؟ تروح على الكونكتور ده كده من البدايه من الستارت كده، تقول له تسحب مثلا من هنا كده سهم وتنزل كده وتيجي هنا عند الايه بتاعه اللوجن. يبقى انت لو انت عندك ايميل هتيجي مثلا عند الستارت قدامك طريقين. الطريق الاولاني انك تخش تعمل ساين اب وايه وبعد الساين اب تروح على اللوجن، او قدامك انك تدخل تلف كده وتخش على اللي هو ايه اللوجن على طول وتدخل المعلومات بتاعتك. في البدايه انا بعد ما ادخل المعلومات بتاعتي بالايميل والباسورد وبعمل اللوجن، بيحصل عمليه تشيك كده سريعه في الداتابيز، تشيك والمعلومات دي صح ولا غلط، المعلومات دي مظبوطه ولا لا، ايميل صحيح، طب الباسورد في حاجه غلط. فهنا بقى هنلجا للرمز الجديد بتاعنا وهو الديسيشن، القرار، وساعات بيسموه الكونديشن عادي برضو، ينفع ينفع كده وينفع كده. طيب الديسيشن هيبقى عندك، والله انا دلوقتي هسال، اعمل سؤال صغير كده، اقول له مثلا هنا، طب الكليك جواه، اقول له رايت انفورميشن مثلا، اي حاجه معبره رايت انفورميشن وعلى استفهام كده، والله رد رايت انفورميشن، والله انا دخلت لك الايميل والباسورد، هل المعلومات اللي انت دخلتها لي دي صح؟ الايميل صح والباسورد صح؟ هذا على اعتبار بقى ان انت خلاص عملت ايه لوجين ومعلوماتك من سيف اصلا وعملت ريجستر قبل كده، هل المعلومات دي صح ولا غلط؟ طيب لو صح هتمشي بمسار، ولو غلط هتروح مسار تاني. طب هي لو صح ايه اللي هيحصل؟ هيدخلك على السيستم صح. طيب لو غلط، لا المفروض ان انا لو غلط بودي لك زي رساله كده اقول لك لا معلش دخل المعلومات دي تاني. طيب تعال نعمل الكونكتور كده بالاول بالشكل ده، السهم ده اللي سهم بيدل على العمليه اللي بعد كده. لو المعلومات غلط تروح تقول له لا معلش روح اعمل لي لوجن من تاني. تمام، ممكن تكتب هنا كلمه تقول له نو كده، نو بالشكل ده كده، ولو يس، لا لو يس بقى يكمل، لو يس يس او ترو، ترو فولس، يس ونو اللي يعجبك. اروح بقى على ايه؟ اخش على السيستم صح. فبس لما هو يخش على السيستم هيبقى قدامه كذا عمليه، يعني هيبقى قدامه ان هو يبقى اللي هو يشتري كتاب او يبحث عن كتاب او اللي هو يعمل شات، الحاجات اللي هي البروسس اللي هي كده. اما لو يس هيبقى قدامه انه يدخل على السيستم وان هو بقى ايه يختار ايه الحاجه اللي عاوز، ايه الاجراء اللي عاوز يعمله، عاوز يبحث عن كتاب، عاوز، تعالوا نكتب هنا سيرش او سيرش فور بوك. طيب بس هو انا ازاي اختار بين الثلاثه؟ يعني انا ازاي دلوقتي انا خلاص دخلت اهوت وعرفت المعلومه ان انا صح على السيستم، وهنا ده المسار اللي هو يس المفروض، وان انا دخلت على السيستم، اختار بين الثلاثه ازاي؟ قال لك هنختار اللي هو الديسيشن، القرار بقى الديسيشن اللي هو نفس الكونديشن برضه بيستعمل في الفكره دي برضه. ما تضايقش على نفسك، ممكن تعمل كده هنا كده او ممكن تعملها هنا كده وتسحب مثلا دول فوق كده بالشكل ده. لو المكان مش مكفي تقدر الموضوع يعني فليكسبل خالص، تقدر ان انت تتحكم في كل الحاجات دي كده. اجيب انا هنا على الشمال مثلا بحيث ان احنا ناخد مساحه كده، ممكن يبقوا تحت عادي وهنا مكانهم، المكان مش مشكله قوي يعني. طيب لو هو رايت انفورميشن اقول له المسار بتاع يس، واضغط دبل كليك هنا لو عايز اكتب مثلا يس. هنا بقى نغير الكلمه ديت ونكتب ايه بقى؟ تشوز بروسيس مثلا، وقدامك الثلاث مسارات دول. طبعا تقدر تسحب واحده من هنا كده وواحده من هنا كده وواحده من هنا كده. طب لو اربعه او خمسه او سته عادي خالص، لو اربعه اسحب، ثلاثه خلصوا تمام، هتعمل واحده، هتعمل كده واحده اثنين
والثالثه تسحب واحده برضو تشوز اوبريشن جنبها كده وتطلع منها. الموضوع سهل جدا ومرن، مفيش فيه اي مشكله. طيب نطلع الكونكتور كده بالشكل ده. يقدر يعمل شات، يقدر ان هو يشوف المشتريات او العروض، وبعد كده يقدر يعمل انه يبحث عن كتاب. لو تتذكروا معانا ان احنا قلنا ان هو ممكن في الاثنين دول يقدر ان هو يشتري، صح؟ بالظبط. ف بروسيس كمان كده ونسميها مثلا باي بو. طيب دلوقتي احنا تقريبا كل الحاجات اللي اليوزر عملها نفذناها، ايه اللي فاضل؟ اللي فاضل بقى ان احنا الاند دي بقى ننهي ازاي. بنروح على اي بروسيس، اي بروسيس خلاص بقى ايه، مفيش حاجه بعدها، مفيش حاجه بعدها. يعني ما ينفعش دي، ما ينفعش دي، ما ينفعش دي، اه دي ماشي ودي ماشي، واروح اسحب منها سهم على النهايه. طيب نظمناها بالشكل ده كده، شكلها احلى شويه. نوصل بقى البروسيس اللي مفيش حاجه بعدها بالنهايه، نعمل لها اند، نوصلها بالاند كده، والشات برضو نوصله بالاند كده. فبقت الفلوت شارت بالشكل اللي احنا شايفينه ده. الموضوع على فكره سهل جدا ومش صعب ولا حاجه، الفكره بس ان انت مركز بس وتعرف انت هتعمل ايه في البدايه خالص. اهوت من تاني قلنا ان ده السيمبل او الرمز بتاع الستارت والاند، ده بتاع الانبوت لان ادخل بيانات معلومات، ده بتاع البروسيس اللي بيعمل الاكشن واللي بينفذ. نفس الكلام هنا بقى ايه، ده لو انت مثلا محتار ما بين يس ولا نو بتسال سؤال عندك في زي لو مثلا في وانت بتكود اف كونديشن بتتعمل هنا. لو مثلا عندك جمله اف فانت بتقول له ان ده هل المعلومات صح ولا لا، ده طبيعي. لو المعلومات مثلا صح بتكمل خش، لو معلومات غلط لا ارجع تاني. يبقى احنا في البدايه خالص لو انت ما عندكش ايميل بتخش تعمل ساين اب، تدخل معلوماتك وبتعمل ساين اب. طب لو انت عندك ايميل اصلا تخش على طول لوجين. طب بعد الساين اب تقدر برضه تخش على اللوجين، بعدين تدخل المعلومات بتاعتك، وبعد كده اللوجن في فانكشن كده او في كونديشن بيعمل تشيك كده المعلومات ديت صح ولا غلط. لو المعلومات صح بيدخلك على السيستم بتاعه، تقدر وقت انك تختار العمليه من العمليات دول. طب لو غلط بيرجعك تاني. طيب انك تختار ما بين اكتر من تشويس نفس الشكل او نفس السيمبل ده اللي هو شكل المعين ده بتاع الديسيشن وبتاع الكونديشن بتاع الاثنين، تقول له تشوز مثلا هي بروسيس، وبتكتب هنا اسم البروسيس بتاعتك. احنا قلنا ان احنا عندنا هنا في اثنين بروسيس يقدروا يشتروا الكتاب، والكتاب ديت شراء الكتاب دي بروسيس واحده، تمام. وبعد كده تيجي بقى في الاخر خالص البروسيس اللي ما فيش حاجه بعدها تقوم سحبها للنهايه بالشكل دي. كانت الفلوت شارت بتاعت اليوزر او بتاعت الكاستمر. الادمن نفس الفكر، انت بتخش تعمل لوجن على طول، يبقى انت الجزء ده مش معانا، الجزء ده ملغي ما في الادمن. هتخش تقول له ايه، دخل ايميل الباسورد بتاعك اعمل لوجن، معلوماتك صح، لو معلوماتك غلط لا ارجع اعمل لي لوجن من تاني معلش. لو معلوماتك صح هتقول له تشيز اوبريشن، وتكتب له بقى الاوبريشنز بتاعته هو اللي هم دول اللي هو اكسبت ريكويست موديفاي البوكس بوت سيلز، وبعد كده تقول له شات، تقول له هنا اكسبت الريكويست وتعدي الكتاب وانك تحط السيلز او انك تعمل شات، والاربعه يبقى باسهم كده للاند، كلهم يبقوا يروحوا على الاند لان مفيش حاجه بتودي لحاجه. يعني ماشي هنا عندنا مثلا في الزبون بيقول لك اه انت بحثت عن كتاب تقدر تشتريه، انما عند الادمن لا مفيش الكلام ده، عند الادمن على طول ايه، هي كل واحده مستقله بذاتها. الموضوع سهل جدا يا جماعه ومفيش في اي حاجه والله، لكن الفكره كلها انت بس لازم تركز وتعرف مين رايح لفين ومين بيودي على مين. اتمنى تكونوا استفدتم وفهمتوا كل الموضوع، درس بسيط كده وما يكونش فيه اي صعوبه كده. يبقى احنا شرحنا اليوز كيسز وشرحنا الفلوت شارت. ان شاء الله الفيديو اللي جاي هنشرح الداتا فلو دايجرام، وهنبدا بقى نتعامل الداتا نشوفها ماشيه ازاي في السيستم. الموضوع سهل جدا وبسيط بس مع تزويد بعض الايه، يعني هنتعامل مع اشكال جديده، هنتعامل مع رموز جديده، وهنعرف برضو كل واحد وظيفته، يعني البروسيس ديت شكلها مختلف خالص هناك عند الداتا فلو دايجرام. فلكن كل ده بقى هيبان الفيديو الجاي ان شاء الله. يا رب تكونوا استفدتم النهارده، واشوفكم في الدرس الجاي على خير، والسلام عليكم.